أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، أكتب إليكم من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح الذي كان من البدء. أنا آدم بكر الخليقة بدء تاريخ البشرية، أنا آدم بكر الخليقة بدء تاريخ البشرية، جئت بدون زرع بشر على صورة الله البهية. المسيح آدم الثاني بكر الطبيعة الإلهية، جاء مولودا من عذراء، جاء مولودا من عذراء، فبدأ تقويم المسيح في آدم. مات الجميع وفي المسيح حياة أبدية. الذي سمعناه ورأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم. أنا موسى في ميلادي قتل أطفال ضحايا، تركت حياة المملكة وصنعت عجائب بعصايا، من العبودية خلصت شعبي نجيتهم من البلايا، صمت 40 يوما ثم أتيت بالوصايا. عندما ولد المسيح قتل هيرودس كل وليد، يسوع ترك ملكه جاء ليحرر العبيد. عندما ولد المسيح قتل هيرودس كل وليد، يسوع ترك ملكه جاء ليحرر العبيد، صنع آيات وعجائب قائدا شعبا عنيد، صام وبعدها علمنا ناموس العهد الجديد. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء، أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أنا أيوب الصديق أذن الرب للشيطان، جربني لكن لم أفطر، صليت وسط الأحزان، سخر الصحب وأهلي قالوا دعك من هذا الإيمان، بالصبر حملت ألامي، صفحت عن ذنب الخلهان، قمت من مرضي وغلبت، عدت لمجدي بعد هوان. المسيح رب الأرباب قبل التجربة بخضوع، المسيح رب الأرباب قبل التجربة بخضوع، صلى في كل الأوقات، قدس أحزان ودموع، سخر منه خاصته وهو على الصليب مرفوع، صلى في كل الأوقات، قدس أحزان ودموع، سخر منه خاصته وهو على الصليب مرفوع،
غفر للمسيئين إليه واحتمل الألم بخشوع، غفر للمسيئين إليه واحتمل الألم بخشوع، قام حيا بعد الموت لقد غلب الرب يسوع، قام حيا بعد الموت لقد غلب الرب يسوع. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا الرب الكائن، والذي كان، والذي يأتي. أنا القادر على كل شيء. يوحنا، اصعد إلى هنا الآن فأريك ما لابد أن يصير. للوقت صرت في الروح، وإذ بعرش في سماء، وسط هذا العرش جالس الله الحي بكل بهاء، شبه حجر اليشبي نقي، عتيق أحمر رمز فداء، حول العرش قوس قزاع، علامة للعهد بعدم الفناء، وأمام العرش سبعة مصابيح وبحر زوج أكبر نور كالماء. وسمعت أصوات بروق ورعود من وسط مجد عرش الله، وسمعت أصوات بروق ورعود من وسط مجد عرش الله. من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ مستحق أيها الخروف، قائم وكأنك مفتوح. مستحق أيها الخروف، قائم وكأنك مفتوح. أن تفتح لنا ولما فتح الختم رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. لماذا يا أخي؟ نحن تعبنا من الناس، بيوتنا سرقوها، ضربونا في بيوتي، لعبوني، سرقوني، نعملوا إخداني. اسمك ايه؟ فاضلية، عماد سحدي، فاضلية تاني يا أخي. ما عندناش عمل نهائي. أسد يهوز المولود معيد الرب، وأنا في حماة السيد المعبود، والملعون بالغضب على بيت العذراء بطلب
شفغت للقلب حيث القدير بالإيمان موجود. فقال أنا للحرب للقمة فالفاعل زمانه معدود. ورفعت بين السحاب وطلبت عن حمادي استنارة للمقيود. يا للآه التي لا تعبر عما في الصدر انتشر. هل إبليس مسخر أم كل ذاك الحب قد اندثر؟ صوت انفجار الحب في الدلوع، فقصوت
أكيد بتهزر بتعمين التحليل ده. استنى بس هقولك أنا ليديا بتاعت الزايدة، فاكر اللي كانت خايفة من حقن البنج الهيفة. استنى بس هقولك أنا ليديا بتاعت الزايدة، فاكر اللي كانت خايفة من حقن البنج الهيفة. لا يا رب أنا مش مستعدة أتألم أنا دلوقتي، أنا لسه نفسي في حاجات كتيرة، مش عايزة ده يكون وقتي. لا يا رب أنا مش مستعدة أتألم أنا دلوقتي، أنا لسه نفسي في حاجات كتيرة، مش عايزة ده يكون وقتي. أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة، يا رب. أيوة يا بنتي أنا هنا جنبك، شايف ضيقك سمع أنين وصراخ مشاعرك، لو الكل مشي وسابك اتخلى عنك أحبابك، أنا أبوكي اللي بيحبك، أنا أبوكي اللي بيحبك. هش ضعيف امبارح كان مؤلم، بكره مجهول ومخيف، الألم كفاني وجسدي هش ضعيف، اكتفى بحور من الأتعاب. انت فين انت فين يا سامع صلوات من جوف الحوت مرفوع عليك من وسط الموت، يا سامع صلوات من جوف الحوت مرفوع عليك من وسط الموت، فينك وسط نار أتون فين روحك تنقذني وتحييني، فينك وسط نار أتون مرضي، فين روحك تنقذني وتحييني. يا أقوى التحارب يا أعظم إله ساكن في سماك، سيول دموعي وصراخ قلبي مش صاعد هناك. يا أقوى التحارب يا أعظم إله ساكن في سماك، سيول دموعي وصراخ قلبي مش صاعد هناك. أنا مذلولة بين حيطان سجناني عايشة ألام، وأنا موجودة في جسدي الفاني. أنا مذلولة بين حيطان سجناني عايشة ألام، جسدي الفاني. أمل قلبي الوحيد تنقذ روحي.
سباني أما القلب الوحيد تنقذ روحي من مرض سباني حاشا لخالق كل نفسي وعالم كل سر تكون وإنه مش سمعاني مش سمعاني أيوة يا بنتي أنا هنا جنبك شايف ضيقك سمعاني وصراخ مشاعرك لو الكل مشي وسابك اتخلى عنك أحبابك أنا أبوكي اللي بيحبك أنا أبوكي اللي بيحبك حاسس بحرتك بص هي كإحساس هو كان بيلحق بس هو أنا عندي حاجات كتير قوي مؤلمة ومتعبة عارف معزون متعبون زي ما قالوا ايوه فهو هما كان في معزون حواليه كتير قوي متعبون كان ناس كتير قوي عارفة بس الناس دي ما كانتش بتساعد بالعكس هي كانت النظرات والكلام وحاجات اللي هو انت تعبانه انت مش كويسه خالص انت وانا كنت كده انا بالعكس انا كنت مبسوطه وفرحانه قوي وكان في ناس كتير قوي ما تعرفش بس كان في ناس كتير تعرف وكانت بتبص وحاجات يعني عمريتها كتير قوي غريبه وجوه الاكسبيرينس نفسها اصلا كان في حاجات متعبه قوي ومؤلمه قوي بغض النظر عن الناس يعني جوه الاكسبيرينس نفسها هو كان في الم نفسي كبير وكان في الم جسدي وكان في حاجات كتير قوي كانت بتعدي في النص كانت متعبه وبالذات الفكر يعني لو كان كده ربنا ما كانش موجود جنبي الفكر متعب قوي وبيودي في حتت مؤلمه بس هو كل ده كان موجود هو الطريق مش سهل خالص مش اللي هو اسهل حاجه في الدنيا بس هو لان ربنا موجود انا ما كنتش بلحق اتكسر او اتعب او اتالم يعني كل ما اتوجع بقول له بس يا رب بلاقيه هو عارف هو هيسيطر ازاي بطريقته يعني هو كان هو فعلا كان مسيطر يعني انا بحب قوي انه اختبرت حاجه يعني انا كنتش عارفه قوي يعني عارفه ان ربنا عجيب لكن اختبرت ان ربنا عجيب طرق الفتره دي يعني كلمه عجيب فهمتها كنت كل ما اقول يا رب انا تعبانه بجد بحس بالحضن ده احلى حاجه في الدنيا يعني لما حد بيحس بحضن ربنا دي احلى حاجه في الدنيا لما كنت بحسها كنت ببقى في لحظه قويه جدا رغم اني كنت اللحظه اللي قبلها ضعيفه جدا ومكسوره جدا ومش قادره استحمل بس في اللحظه اللي بعدها على طول بس لاني ناديته بس لاني صليت وندهته بلاقي الحضن المتين وبلاقيه قومني وبقيت في قمه السعاده والسلام وبتعدي عادي انا حوالين يسوع متجمعين والوقت كله مرنمين وانفسهم الطهرة ما بين وقلوب قلوب القديسين حوالين يسوع متجمعين والوقت كله مرنمين وانفسهم الطهرة ما بين صفوف ملايكة تزفها السماء مترتبة ما فيهاش وجع ما فيهاش مشاعر متعبة فيها اللي جهده نار وكيل انتصار قدام عدو الخير وحرب مرعبة يا مشتاق كل النفوس ما فيكش ألام مكان جميل جدا بينبض بالسلام ولا يكفي وصفك شيء ولا قول الكلام فيك العزاء لنفوس كتير بتعذبها من له أذنان للسمع فليسمع لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي ويعقل كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم أنبياء كذب كثيرون
ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد المحبة، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ثم يأتي المنتهى، وحينئذ يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن، ولن يكون. ولو لم تقصر هذه الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. وبعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وتظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وتنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل الملائكة ببوق عظيم الصوت، فيجمع المختارين من الأربعة رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. هكذا أنتم أيضاً اعلموا إني قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بهما أحداً ولا ملائكة السماوات. حينئذ يكون اثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. أنا يسوع، أصل وذرية داود. نعم، أنا آتي سريعاً.